كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل السحاب يتغير لونه عليه الصلاة والسلام، ويقبل ويدبر ويدخل ويخرج، يخشى أن يكون عذاباً كما جعله الله عذاباً على قوم عاد. فإذا أمطرت السماء سري عنه صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم صيباً نافعاً. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كثرت الأمطار وخيف منها الضرر يدعو ربه فيقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، فلنقتدي به في ذلك، ولنعتبر ولنتعظ، وليكن عندنا خوف من الله سبحانه وتعالى إذا أقبل السحاب، فندعو الله أن يجعله رحمة وأن لا يجعله عذاباً. هكذا يجب على المسلم عند نعمة نزول المطر وعند غير ذلك من النعم.